بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في درس جديد ومحاضرة جديدة من سلسلة تصميم الخلفيات وبرمجة الموشن جرافيكس. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض خلفية بسيطة جدا وظريفة جدا زي الخلفية اللي قدامنا دي. هي طبعا يعني اللي يبص الأول يقول إنها معقدة، لكن هي في منتهى السهولة ومنتهى البساطة. أول حاجة نروح مع بعض عشان نعمل كومبوزيشن جديدة، كومبوزيشن نيو كومبوزيشن، ونخليها مقسومة 120 في 486، أي حاجة تعجبك براحتك، ان تي اس سي دي في كمان، ونعمل اوكي بالشكل ده. بعد كده نروح على لير نيو سوليد، نخلي السوليد أكبر من حجم الكومبوزيشن عشان لما هطبق الفراكتال النويز هطبق بعده افكت اسمه البولر كوردينيتس. البولر كوردينيتس بيحول اللاير لشكل دائري، فعلشان تفضل مالية الكومبوزيشن. هي هنا 720، ممكن اخليها 850، ممكن اخلي الهايت برضو نفس الموضوع 850، واعمل اوكي بالشكل ده بحيث انها تبقى اكبر من الكومبوزيشن. هسمي اللاير دي نويز. بعد كده اروح احط فراكتال نويز، هحول الفراكتال تايب هخليه كلاودي، النويز تايب هخليه بلوكس بالمنظر ده، واعمل له انفرت. بعد كده هقلل الكومبلكستي، اخليها 1.3، وافتح ترانسفورم، اشيل يونيفورم سكيلينج، واعمل روتيت للنويز بالشكل ده كده بالمنظر ده. وبعد كده اقلل الهايت شوية، واقلل الويتس، وازود الهايت بحيث يديني شكل عامل زي السامبوكسات كده. بعد كده احرك الايفولوشن، الت كليك تايم ملتبلاي 100. بعد كده افتح الايفولوشن اوبشنز واقول له سايكل ايفولوشن عشان يبقى اول فريم زي اخر فريم. طيب بعد كده عشان نعمل شكل الوردة اللي احنا شفناه ده، في افكت اسمه بولر كوردينيتس. البولر كوردينيتس ده بنستخدمه لما نحب ان احنا نحول اي شكل لشكل دائري. هاخد بولر كوردينيتس اطبقه هنا بالمنظر ده، الانتربوليشن اخليه 100 زي ما انت شايف، لكن انا عايز اقول له حولها لي من ريكت تو بولر، يعني من ريكتانجل لبولاريزيشن، يديني دايره بالمنظر ده كده، منظر الورده اللي احنا شايفينها دي. وده كان سبب على فكره ان انا عملت الكومبوزيشن اكبر من حجم اللاير، اكبر من حجم الكومبوزيشن. تعالوا بعد كده نلونه. علشان نلونه ممكن نحط كالوراما وممكن نحط تونر، اللي يعجبك اشتغل بيه. حط سي سي تونر بالشكل ده، واخد الميد تون اخليها مثلا ولتكن درجة من درجات الاحمر او البرتقاني بالمنظر ده كده. لو انت خدت بالك هتلاقي عندي حواف حادة شوية، نداريها بالفاست بلر، واخلي الفاست بلر مش عالي قوي، يعني اخليه مثلا قيمة 3 بحيث يبقى كافي قوي انه يداري الحواف. هو والله لو 2 اعتقد انه كفاية، عايز تزود زود مفيش مشكلة، لكن مش عايز افقد الديتيلز اللي موجودة عندي هنا. بعد كده عشان اخلق تفاوت في اللون هعمل كنترول دي للنويز، هسحب نويز 2 تحت، اجي على نويز 1 اللي فوق، واخلي او اضيف الاول
اغير في السي سي تونر، هخليه لون بقى فاتح بالشكل دوت، يمكن كمان هخليه مايل ل الاصفرار، مايل للاصفر بالشكل ده، واخلي البليند مود بتاعه اوفرلاي. شوف انت كده عملت شكل او بليندنج مود جميل جدا 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 بين اللون الفاتح واللون الغامق بالشكل ده. ممكن لو عايز تعمل تفاوت في الحركة خلاص، او عايز تعمل حاجة افتح، ممكن انت تعلي متأسف تعلي الكونتراست بتاع نويز 2، او تزود البرايتنس بتاع نويز 1 بالمنظر ده كده، حاجة خفيفة بس بالشكل ده كده بمنظر زي دوت. طيب ايه اللي بعد كده؟ بعد كده ممكن نيجي على نويز نويز اللي فوق دي، واحط سي سي راديال عشان ندي حاجه زي الاشعاع كده، راديال بلر بالشكل دوت، واخلي الاماونت او اخلي النوع الاول ستريت زوم او سنتر زوم اللي يعجبك انت، لو غيرت هتحصل على اشكال مختلفه، ونخليه بمية في المية. هيبدأ يتقل بقى من اول هنا بالمنظر ده كده، اداني البلر الخفيف ده تمام. في بعد كده ان احنا بقى يعني هي كده بدأ او شكلها ظهر، فاضل بقى حاجة ان احنا نداري الحتة اللي هي السنتر ده، عايزين نداريه بشكل كويس خلاص، وفي نفس الوقت ما يأثر لناش على الشكل العام للباك جراوند او للخلفية. على فكرة يا جماعة، هو سبب التقل الراديال فاست بلر بصراحة، هو على قد ما هو بيدي افكت كويس، بس هو تقيل جدا تقيل جدا جدا يعني. طب جميل، بعد كده عشان نداري الموضوع ده ممكن نروح على لاير نيو سوليد، نخلي السوليد سمرة، نسميها فلير، نضغط اوكي، ناخد منه في افكت هو مش تبع الافتر، هو اسمه نول لايت فاكتوري، لكن انا هستخدم لكم العادي بتاع الافتر بحيث اللي ما عندوش البلوجن ده ما يوقفش. نروح لسه هنقعد نكتب، نقول له لينس، في سي سي لينس ده تبع السايكل، وفي اللينس فلير، ممكن نعملها باللينس فلير العادي. نقفل نويز واحد اللي متقاله الدنيا دي، ناخد الفلير نحطه في السنتر، ونخلي البلند مود اد بالشكل ده، لكن ممكن ان احنا نظبط الفلير عن كده شوية، نخليه في السنتر بالظبط. نتحكم بقى في الخواص بتاعته، ناخد ده نخليه 35 او نخليه 105 برايم بالشكل ده كده. ممكن بلند ويز اوريجينال لو انا عايزه يندمج مع الاوريجينال، لكن هو كده كويس جدا، بس على فكرة البرايم ادت نويز، نخليها زوم احسن. ممكن ان احنا نغير اللون بتاعه، نغير اللون يبقى نحط هيو وساتوريشن، ونتاك كولرايز، ونغير اللون بتاعه على حسب ما احنا عايزين. اعتقد ان ده ان اللون في درجة الاربعين مناسب، الساتوريت لو عليناه
بالمنظر ده كده. فوق لو جينا ل البرايتنس نخليها 120 بالشكل ده كده، اعتقد انها كويسة جدا جدا بالمنظر ده، مختلفة عن اللي انا عملتها المرة اللي فاتت، لاني عملتها هنا اخف شوية من المرة او الكومبوزيشن اللي انتوا شفتوه. طيب تعالوا نزود شوية كماليات على الخلفية، ممكن نحط ايه layer new solid ونسمي دي جريد، ناخد هنا جريد، نحط جريد بالشكل ده، نخلي السايز ياخده من الويتس والهايت بالمنظر ده كده، نقلل الويتس نخليه مثلا 20 والهايت نخليه 20 بالشكل ده، يديني مربعات كده، البوردر نخليه 3 يبقى رفيع شوية، ممكن نخليه كمان 2 ونخلي ده 10 ونخلي الأخ ده 10 هو كمان بالمنظر ده اهو. بعد كده الفيزر نخليه 1 بكسل ونخلي ده كمان 1 بكسل بالشكل ده، بحيث يدي سوفت لاينز جميلة كده. ممكن نخلي البوردر 3 كده، كويس قوي. بعد كده حاجة بسيطة قوي، نخلي البليند مود مثلا سوفت لايت بالشكل دوت، ونحط عليه كمان بولر عشان نحوله لشكل دائري بالمنظر ده كده، ونخليه ريكتانجل تو بولر، ونخلي الانتربوليشن بتاعه ب100% بالمنظر دوت. طبعا التانية لسه احنا مش ظاهرينها، لو ظهرناها هنلاقي الموضوع اختلف. بس في حاجة، انا حاطط الجريد فوق الفلير، لا اخليه فوق النويز طبعا، اختلف الوضع خالص عن مكان الجريد فوق الفلير. طيب ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل كمان فينيت، يعني اطار اسمر، نروح على layer new solid ونسميه اوفر كفر اليبس تول الماسك. بس في حاجه، اللاير دي خليها زي الكومب سايز، تعال على السيتنج واعمل ميك كومب سايز، واروح على اداه الماسك تول دبل كليك على الاليبس تول، تعال على ام اضغط اف من لوحه المفاتيح، خلي الفيزر ب 130. طبعا كل ده هو لسه عمال يعمل ريفريش لان انا طلعت الطبقه. طب نشيل النويز دي عشان نشتغل اسرع. بعد كده الماسك يبقى سبتراكت بالشكل ده كده، لو زودنا النويز بقى هنلاقي الشكل مختلف. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طيب رأيكم لو نعمل الديبس اوف فيلد، يعني اكن هنضيف كاميرا، لكن يعني مش هنضيف كاميرا، يعني هعمل محاكاة للكاميرا من غير ما اضيف كاميرا، يعني هعمل ديبس اوف فيلد او عمق للمشهد. علشان اعمل عمق للمشهد هستخدم افكت اسمه كومباوند بلر. الكومباوند بلر بياخد لير
او بياخد كومبوزيشن يستخدمها في البلار، في عمليه البلار بتاعته. بيستخدمها ازاي؟ المناطق البيضاء او الفاتحه بتبقى 100% معمول لها بلار، المناطق السمراء بيبقى البلار فيها خفيف جدا. اذا انا ممكن اعمل ديب سوق فيلد بدون ما احط كاميرا. اقول لكم ازاي. تعالوا نعمل كومبوزيشن اسميها بلر واعمل اوكي، اروح على لاير نيو سوليد اوكي، اروح هنا ادي رامب، اسحب الرامب، اخلي الاخ ده يبقى راديال، اسحب شيفت واسحبها للسنتر بالظبط على قد ما اقدر بالمنظر ده كده، واخلي اللون ده ابيض، واخلي الابيض اسمر بالمنظر ده كده. ماشي يا جماعه، ده الشكل اللي انا عايزه. ممكن ان انا ادخل الابيض لجوه شويه على حسب ما انا عايز البلر بالمنظر ده. اجي على كومب 2 وهشيل النويز دي عشان مش عايز كل شويه نفضل بقى نعمل ريندر. هاخد بلر اسحبها له واشيلها عشان مش عايزها. اللي انا هعمله هاجي على ممكن احط adjustment layer، احط عليها compound blur. بس هو عمل كده ليه؟ لانه خد الادجستمنت. انا ممكن اعمل ايه؟ اقول له لا يا سيدي، خد لي البلار دي. بصوا بقى شفتوا ايه اللي حصل؟ الابيض 100% بلار، الاسمر خفيف. يبقى انا كده اشتغلت ديب سي اوف فيلد بدون ما احط كاميرا. طيب ما نظبط الموضوع شويه. اول حاجه الماكسيمم بلار اقلله حبه، استريتش ماب تو فيت اشيلها علشان ما يبوظليش الجريد. بعد كده ممكن اجي هنا تمام واقلل الابيض شويه بالشكل ده كده، هروح هنا هلاقي البلر اتحط لي في الوسط هنا كده. ممكن ان انا اقلل بقى الاماونت بتاعه شويه. على فكره بفكر احسن ان انا اعكس، اخلي ده اسود واخلي ده هو اللي ابيض، يبقى البلر لبره مش لجوه. بس هعمل ايه بقى؟ هاجي على الاسود ده واسحبه كده بالمنظر ده كده، بحيث ان انا اجي هنا يبقى الفوكس على اللي جوه. ممكن اسحب كمان شويه بالشكل ده كده. كده بقى اللينس واضح بالمنظر ده كده. لو احنا زودنا بقى قللنا، ممكن نخليه 5 3 كمان. بالشكل دوت استريتش تو فيت، ما اعتقدش هتعمل حاجه. انفيرت بلر عكسه، لكن انا عايزه بالشكل ده. قلله شويه وكده يبقى كويس جدا. طبعا لو احنا حركنا هنلاقي حركه جميله جدا 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 في الافكت ده. البلند مود انا ما اعتقدش ان احنا لو غيرناه هيمثل مشكله او مش هيعمل اي مشكله. بس نزود بقى البلار ده كده بالمنظر دوت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس البسيط دوت. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.